التأخير أهلا فيكم مولي جزاوي. طبعا انت كلكم عارفين قناتي بتتكلم على كذا حاجة متنوعة، يعني بتتكلم عن هواياتي، بتتكلم على نصايح طبية، بتتكلم على أي موضوع ممكن أكون حباه وبحب أتكلم فيه. وإحنا عارفين أو اللي معايا على المجموعة وعلى اليوتيوب عارفين إن أنا بكالوريوس تمريض، وسبق ان انا قلت كده قبل كده. فالنهارده هكلمكم عن الحقن الوريدي عملي والحقن العضلي. فهبتدي بالحقن الوريدي وهقول لكم احنا محتاجين ايه، ويا ريت كل اللي نورني جديد في القناه يعمل سبسكرايب ولايك وشير عشان الكل يستفيد، لان احنا لازم كلنا نعرف ازاي ندي عضل وازاي ندي وريد، عشان لو احتاجنا كده في اي وقت اكيد مصيرنا يعني بنحتاج لأدفع الظروف. شكرا ليكم على المشاركة، شكرا ليكم على كل اللي بيشجعني، وميرسي جدا واهلا بكم في القناة، والى المزيد من الفيديوهات الجميلة. النهاردة هكلمكم عن الحقن الوريدي والعضلي. بالنسبة للحقن الوريدي هنحتاج قطنة، تمام، هنحتاج سرنجة اهي، هنحتاج سرنجة، وهنحتاج طبعا العلاج اللي احنا هنديه، هنحتاج العلاج اللي احنا، بس انا مش هاخده طبعا لان انا كل ده هعمله عملي، تمام. وهنحتاج حاجة نربط بيها مكان اللي هندي فيه الوريد. فانا هاجي عند ايدي هنا كده واربط ده، هنربطه جامد تمام بحيث ان الوريد يظهر، ماشي. ونقعد نخبط كده شوية، وبعدين يجيب كحول، تمام، يجيب كحول او بارفين، اي بارفين، ونعمل كده على مكان ايدينا. اتمنى بس الصورة تكون واضحة. ثواني يا جماعة، واشوف الوريد اللي بيكون طالع كده لفوق وظاهر، تمام، وادخل منه. وبعد كده ابتدي اسحب لغايه لما يظهر لي الدم. بصوا الدم ظاهر ازاي اهو، واحاول افضل في المكان بعد ما ظهر الدم، يعني بصوا كده انا بوريكم بس الدم اهو ظاهر كده. طبعا بعد كده بيكون انا مالية السرنجة بالعلاج بتاعي واقوم مدياه، وبعد ما بديه بفك ده الاول، وبعد كده اقوم حاطة دي كده واقوم شايله ده، تمام، وافضل ضغطه شويه عشان خاطر الدم ما يخرجش.
افضل ضغط شويه عشان الدم ما يخرج. ده بالنسبة للحقن الوريدي، شوية وهرجع لكم بالحقن العظمي. عارفين قناتي بتتكلم على كذا حاجة متنوعة، يعني بتتكلم عن هواياتي، بتتكلم على نصايح طبية، بتتكلم على أي موضوع ممكن أكون حباه وبحب أتكلم فيه. وإحنا عارفين أو اللي معايا على المجموعة وعلى اليوتيوب عارفين إن أنا بكالوريوس تمريض، وسبق إن أنا قلت كده قبل كده. فالنهاردة هكلمكم عن الحقن الوريدي عملي والحقن العضلي. فهبتدي بالحقن الوريدي وهقول لكم احنا محتاجين ايه، وياريت كل اللي نورني جديد في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير عشان الكل يستفيد، لان احنا لازم كلنا نعرف ازاي ندي عضل وازاي ندي وريد، عشان لو احتاجنا كده في اي وقت اكيد مصيرنا يعني بنحتاج لأدفع الظروف. شكرا ليكم على المشاركة، شكرا ليكم على كل اللي بيشجعني، وميرسي جدا واهلا بكم في القناة، والى المزيد من الفيديوهات الجميلة. النهاردة هكلمكم عن الحقن الوريدي والعضلي. بالنسبة للحقن الوريدي هنحتاج قطنة، تمام، هنحتاج سرنجة اهي، هنحتاج سرنجة، وهنحتاج طبعا العلاج اللي احنا هنديه، هنحتاج العلاج اللي احنا، بس انا مش هاخده طبعا لان انا كل ده هعمله عملي، تمام. وهنحتاج حاجة نربط بيها مكان اللي هندي فيه الوريد. فانا هاجي عند ايدي هنا كده واربط ده، هنربطه جامد تمام بحيث ان الوريد يظهر، ماشي. ونقعد نخبط كده شويه، وبعدين نجيب كحول، تمام، يجيب كحول او بارفين، اي بارفين، ونعمل كده على مكان ايدينا. اتمنى بس الصورة تكون واضحة. ثواني يا جماعة، واشوف الوريد اللي بيكون طالع كده لفوق وظاهر، تمام، وادخل منه.
بتعب لغاية لما يظهر لي الدم. بص الدم ظهر ازاي اهو، واحاول افضل في المكان بعد ما ظهر الدم. يعني بصوا كده انا بوريكم بس الدم اهو ظاهر كده. طبعا بعد كده بيكون انا مالية السرنجة بالعلاج بتاعي وام الدياه، وبعد ما بديه بفك ده الاول، وبعد كده اقوم حاطه دي كده واقوم شايله ده تمام، وافضل ضغطه شويه عشان خاطر الدم ما يخرجش. افضل ضغطه شويه عشان الدم ما يخرجش. ده بالنسبة للحقن الوريدي، شوية وهرجع لكم بالحقن العظمي.